قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وجاء أيضا في بعض الحديث قال: وأنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أذكر هنا في هذا المقام طرفة فيها فائدة. يقولون أن نفرا كانت تجمعهم وظيفة في عمل واحد، في مكتب واحد، سنوات، وكان من بينهم شخص كان من أميزهم خلقا وأجملهم تعاملا، ثم إنهم من بعد سنوات في هذا العمل تشاوروا أن يعملوا مأدبة يجتمعون فيها هم والزوجات والأولاد، النساء على حدة والرجال على حدة، حتى يحصل تعارف. فلما حصل ذلك الاجتماع، كل من التقى بزوجة ذلك الخلوق يهنئنها: أنت زوجة فلان، هنيئا لك، ما شاء الله، والله يمدحون أخلاقه. وكل من حدثها بذلك قالت: فلان عجيب والله. كل من حدثها وهنأها بأخلاقه تستغرب، تقول: فلان والله عجيب، غريب هذا، سبحان الله، فلان. كل ما قال أحد فلان كذا ويمدحونه قالت: فلان زوجي، والله غريب، سبحان الله. يعني هذا الشيء الذي يمدح به ومعروف بين زملاء ما رأت منه شيء قط في تعامله معها، فهو كان مع زملائه في خلق راقي وتعامل كريم، وإذا رجع إلى البيت لم يعاملها إلا المعاملة السيئة. فانظر الفرق الشاسع بين مثل هذه المعاملة وما يدعو إليه الإسلام. أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. والبيت يعتبر محك في الأخلاق، لأن الإنسان يعني يخرج لملاقات الناس مهيئا نفسه للتعامل ويرتب كلامه، لكن إذا رجع إلى البيت يرجع للراحة، ويتخلى في الغالب كثير من الناس عن الأخلاق في تعامله مع أهله، فيبدأ يرفع الصوت ويبدأ يشتد في العبارة ويقسو في التعامل وأشياء من هذا القبيل. وإذا أراد أن يخرج رتب نفسه ورتب كلماته ورتب تعاملاته مع الإخوان، وإذا رجع إلى البيت عاد كما كان لحالته في شدته وغلظته، وهذا ليس من هدي الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم.